شخص ابنه. وليدي ابنك تصير طبيب، والام توصي بنتها ابنتي اريدك معلمة ودخول المدرسة. وهنا تبدأ المعانات. المعلم يشجعهم وزملائهم يكسرون بنفسياتهم، والمنهج يقول من رأى وصل الشمس حاك خيوطها سعيا الى اهاله فتعلقا، فيشوفوها صعبة ويرجعون للبيت يلقون الدنيا متغيرة، مشاكل بالبيت وصياح وماكو راحة، فتتبخر الأحلام وتصير من الماضي مع الأسف. هذا واقع كثير من بيوتنا، لكن نريد ننبه على شيء مهم ولازم كلنا نسعى له ونخليه يكبر بنفوسنا، وهو الإصرار على النجاح مهما كانت العقبات ومهما كان الظرف. واحد كان دائما يقول المعلم انت غبي، فأصر على النجاح، ومو بس نجاح، اخترع المصباح الكهربائي، هذا هو توماس أديسون. وآخر كان عنده صعوبة بالنطق، وأيضا كان زملائي يسخرون منه، لكن نجح نجاح باهر وكلكم يعرفه كعالم فيزيائي مبدع اللي هو ألبرت أينشتاين. وآخر بعمر 30 انطرد من الشركة اللي أسسها بنفسه، لكن أصر بعدها وسوى شركة عالمية اسمها أبل. صح، هو ستيف جوبز. واحد آخر عمره 11 سنة استبعده من الفريق لأن كان عنده نقص بهرمون النمو وكان جدا قصير. وبعد كم سنة صار لاعب عالمي واللي هو ليونيل ميسي. وبالعالم العربي واحد بدأ حياته كحمال وبائع للخردة، وبعد كم سنة صار من أشهر مدربي التنمية في العالم وهو إبراهيم الفقي. والألف لكل شواية، فيا عزيز الطالب لا تيأس ولا تكون محبط، واصل دراستك بهمة ونشاط، وترى الفشل هو أول دافع للنجاح، وربي يوفقك.